بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ايدك يا مهدي مسلم الراية، ايدك يا مهدي مسلم الراية، ايدك يا مهدي مسلم الراية، ايدك يا مهدي مسلم الراية. يا حسين يا حسين قلبه يا مهد صدى، حسين بالطف من وقع، قلبه يا مهد صدى، قلبه يا مهد صدى، عطشان وراس القطاع، عطشان وراس القطاع، عطشان وراس انقطاع، النهر يمه وما شرب مايه. بيدك يا مهد نسلم الرايه. يا حسين يا حسين عطشان حلو ما بقى عنده، بالغضر يا من وقع سنده، عطشان حلو ما بقى عنده، بالغضر يا من وقع سنده، جروحه غبيجة وما حد يضمده، نحر جدك للسهم ينده، جروحك غميجة وما حد يضمده، نحر جدك للسهم ينده. بيدك يا مهدي نسلم الراية، بيدك يا مهدي نسلم الراية. يا حسين ما بوقى سالم عظم من عنده، يا جد شنه الطاهي تكين يشده، مهدي يطلب ثاره وسيفك حده، مهدي يطلب ثاره وسيفك حده، لسا يا مهدي تشمع تعدايه، بيدك يا مهدي نسلم الرايه، بيدك يا مهدي نسلم الرايه.